فيها الأكبر فيها الأكبر بالدماء الصلاة الصلاة فلتحفظوها لا تتركوها هي مفخرنا هي عز الدار هي عمود الدين بها الأعمال تعرض وتقبل والحشر إثبات المستخف بالصلاة بالحشر خاسر مهما تشبع سادتي الأباد كل من يطالب بحقوق الناس ويترك فرض الله على الذل يباد لا يكون الفرض وعي السياسي عند أعز من ذكر للآيات لا يكون قاسي لا أهل بيته ويعتقد ذايه من يروف رايا كل مصلي وكل برب الوالد راحم الأمة يلقه الرحمة من يعق يبشر سطوة الجبار من يهي وأخرى ذل العقوبة يا أحبائي تبعوا الأكبر في حياتك كان واضح الخطوات أد فرض الله حين المنادى ما يأخرها خمسة الأوقات كل من يطالب بحقوق الناس يترك فرض الله على الذل لا يكون الفرض وعي السياسي عند أعز من ذكر الآيات لا يكون قاسي لا أهل بيته يعتقد ثاير يروف رايا كل مصلي وكل برب الوالد راحم الأمة تلقه الرحمة يا شبان بالقرآن إليكم شافع بن حجر أبو القاسم ترتلونا تطبقونا وهو دستور ثابت إلى الوادب فمن يهجر الكتاب الغر فلا يوم القيامة يأتي خاصر على كل آب بعد كل فاب عشر آيات خطاها للرحيم بهالذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالك عن القائم بهالذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالك عن القائل يا شبان
بالقرآن إليكم شافع محشر أبو القاسم ترتلونا تطبونا وهو دستور ثابت إلى الوعد فمن يهجر كتاب الغار فلا يوم القيامة يأتيهم خاصم على كل أرض بعد كل فرق عشر آيات طه للراحة بها الذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالت عن القائم بها الذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالت عن القائم. لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنو من به بطش دمعة العين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكا لكم ذخر وسط عرسات الحشر والملايين. لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنو من به بطش دمعة العين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكا لكم ذخر وسط عرصات العشر والملايين. عشرة سبط تبي أحيو أمرها كل يوم وكل وقت علو ذكرها المجالس يا شباب الله أصرها والمواكب في العزاء تدينا صرها. لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنو من به بطش دمعة العين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكا لكم ذخر وسط عرصات الحشر والملايين. أيا شبان بالقرآن إليكم شافع محشر أبو القاسم ترتلونا تطبونا وهو دستور ثابت إلى الوادم فمن يهجر كتاب الغار فلا يوم القيامة يأتيهم خاصم على كل أرض بعد كل فرق عشر آيات خلق طه للراحم بها الذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالت عن القائل بها الذكرى إلى الأخرى تعيد نفوس مالت عن القائل. أهيا شباب بالقرآن إليكم شافع محشر أبو القاسم تتلونا تطبقونا وهو دستور ثابت إلى الوادم فمن يهجر كتاب الغار فلا يوم القيامة يأتيهم خاصم على كل أرض بعد كل فرق عشر آيات طه للراحم بها الذكرى إلى الأرض.
النفوس مالت على القائم بهب ذكرى إلى الأخرى تعيد النفوس مالت على القائم لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنوا من به بطش دمعة العين لا تخلوا التعزية على ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنوا من به بطش دمعة العين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكاء لكم دخل وصف عرصات الحشر والملايين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكاء لكم دخل وصف عرصات الحشر والملايين عشرة صوت الذبيع حيو أمرها كل يوم وكل وقت عدلوا ذكرها المجالس يا شباب هو أصرها والمواكب في العزاء الدين أصرها لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنوا من بالبطش دمعة العين لا تخلوا التعزية أعلى ابن الزاجية والميامين واذكروا عند العطش والعنوا من بالبطش دمعة العين خلوا دمعتكم تسيل أعلى من بالدم غسيل بالميادين فالبكاء لكم دخل وسط عرصات العشر والملايين عشرتي صرت الذبيح أحيو أمرها كل يوم وكل وقت علوا ذكرها المجالس يا شباب هو أصرها والمواكب في العزاء تبدي نصرها والمواكب في العزاء إيه كربلاء